صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لدي أرض وأنا متردد، هل أبيعها أو أعمرها؟ وآل بي الأمر في الآخر إلى أن بعتها، فهل علي فيها زكاة؟ ما دام أنك متردد لم تعزم على بيعها فليس فيها زكاة، لكن لما بعتها فإذا بقيت قيمتها عندك إلى أن تم عليها الحول تزكيها، وإن صرفتها قبل الحول فليس فيها شيء. نعم.